محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم وتدبير رحلات سرية عن طريق البحر انطلاقا من دولة المغرب مرورا بالجزائر نحو السواحل الإسبانية. هذه الأخيرة كانت بصدد التحضير لعملية إبحار سري انطلاقا من شواطئ وهران، بحيث أسفرت العملية بعد التحقيقات المعمقة وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع النيابة المختصة من توقيف 13 شخص، 12 من جنسية أجنبية وواحد من جنسية جزائرية، مع حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية تقدر ب 205 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر ب 350 أورو و 280 درهم مغربي، وحجز 11 جواز سفر و 13 هاتف نقال. فرى استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.